اهلا بطلاب الصيدله في فيديو جديد ومحاضره جديده من محاضرات طب الاعشاب. النهارده هنتكلم عن الاعشاب اللي بتعالج بعض الامراض الجلديه. معكم دكتور مصطفى حجازي. الجلد طبعا اكبر عضو في الجسم، بيمثل 16% من جسم البني ادم، له وظايف كتير فاهمني، بيحمينا من الامراض المعديه، الانفكشن، اللايت، الهيت، الانجوري، اي بيحمينا من كرياتين، بيحمينا من حاجات كتير يعني، بينظم درجة حرارة جسمنا. في طبعا عضو بيحس بالحرارة والبرودة، طبعا بيحميني من فقد المية، بيخرج السموم الويست برودكتس والسولتس، تمام، بيكونلي فيتامين دي في وجود الأشعة اليو في لايت، ريجوليت البادي تمبريتشر، عضو مهم طبعا لازم نتكلم عنه بشكل مختصر كده. طبعا وجود الكرياتين والسيبم لازم نقول عليهم ان هم دول بيمثلوا طبقة بتعمل ووتر بروف بارير. طبعا يعني انا محتاج طبقة زي كده بحيث ان ما يحصلش اي ميكروب او اي كيميكال، يبقى سهل عليها تو بنتريت الايه السكين، ان هي تعدي من السكين سهل عادي كده وتخش جسمك وتعمل لي مشاكل. فبالتالي السكين ده عضو طبعا، بالاضافة لشكله السكين اللي بيدينا الشكل الجميل والكلام، مهم جدا ان هو يبقى ايه خالي من الامراض، خاصة الامراض الجلدية بتبقى منفرة بشكل اكتر من الامراض المستخبية جوه جسمنا محدش شايفها فاهمني، انما الامراض الموجودة على جلدنا بتبقى حاجة وحشة وبتأثر على نفسية المريض طبعا، لان الناس بتنفر منه مبتبقاش حاجة ظريفة يعني. النباتات الطبية في مجموعات علاجية بنتكلم عنها، يعني دي هنتكلم عن المجموعات العلاجية في الاول، او ايه التأثيرات اللي انا محتاجها وبعدين نتكلم عن الامراض. ممكن احتاج الحاجات اللي هي الديمالسنس، الحاجات اللي هي فيها سوسنج وايموليانت افكت، الحاجات اللي هي بنقول عليها اللي هي ملطفه ومرطبه لايه للجلد، تمام كده، في حاله الايه دراي لو الجلد جاف، او مايلدلي انفليمد لو في التهاب خفيف، زي الفلاكسيد الميوسل اللي احنا عارفينه، زي اللي موجود في الفلاكسيد، بذر الكتان، الفينوجريك، حلبة، الأوتس اللي هو الإيه، الشوفان، المالو، المارشميلو، أسترينجنس. طبعا أسترينجنس دي احنا عارفينها طبعا، كلنا بنسمع أسترينجنس كتير، اللي هي التانينز دي احنا خدناها كتير في علم العقاقير. ممكن استعملها تعمل كواجيوليشن، كواجيوليتنج السيرفس بروتين، يعني تقفل لو في اي اوزنج او اي يعني، في بعض الامراض بيبقى في حاجه اسمها اوزنج، بيبقى في سوائل الجسم بتهرب من ايه الجلد بيضعف، تمام، بيحصل انفلاميشن جامد، تمام، زي بالظبط لما يكون في حرق كده، تمام، فيحصل نز كده لسوائل، بعض السوائل اوزنج بيسموه، تمام كده، بيعمل الاسترينجنس هنا فاهمني، بتعمل كواجوليشن للسيرفس بروتين وتمنع، زي بالظبط كده لما يكون واحد مجروح وتكبسه بايه ببن، زي ما احنا عارفين المثال اللي احنا ضربناه كتير قوي. بالاضافه ان التانينز طبعا مش كل الاسترينجنس هتبقى تانينز، لما عندي في فروت اسيدز ممكن تمشي استرينجنس، تمشي في حاجات تانية غير الحاجات اللي هي بتاعت الايه التانينز. التانينز هنا ليها انتي مايكروبيال اكتيفيتي بردك، بلس اللي هي ايه ان هي بريسبيتيت البروتين او كواجيوليت سيرفس بروتين، زي اللي موجود عندي في الهاميميلس، الويتش هازل، الاوك بارك اللي هو البلوط، البانسي فلاور، البانسي او اللي هي الفيولا، ترايكالر بيسموها زهرة الثالوثي أو زهرة البنسي، طبعا زي ما قلت لكم دي التانينز. إنما أنا عندي في الفروت أسيدز بيستعملوها اللي إحنا بنقول عليها التونرز، وحتى التانينز ممكن نستعمل التونرز، اسمع هنا التونرز اللي بيستعملوه قبل الميك أب دوت عشان يقلل إيه، يعمل ريتراكشن للبورز اللي موجودة في الوش، يستعملوا التونرز دي وبعدين يحطوا بعدها أي موتشرايزر وبعدين بعد كده يحطوا الميك أب، من ضمن الحاجات الأساسية في التجميل دلوقتي. بس احنا بنتكلم هنا عنه بشكل علاجي. الاميون انهانسنج هيربس مش هنلاقي طبعا، زي ما قلت لكم قبل كده في محاضره الاميون مودولاتوري هيرب، مش هنلاقي اعشاب او حاجات يعني مش احنا مش انترستنج ان احنا نتكلم في طب الاعشاب عن تقليل الاميونيتي، احنا هنا دايما هنلاقي فاهمني الاميون انهانسنج هيربس زي الاشينيسيا اذا كان الوضع يستدعي. في بعض الحالات المرضية زي في حالة الإكزيما والسورياسيس مش هحتاج أنا طبعا إميون انهانسنج، لأن أحيانا المشكلة بتبقى في الإميونيتي.
ممكن احتاج حاجه تو امبروف السكين بلاد سبلاي، تمام كده؟ البلاد سبلاي اللي موجود في السكين ده انا محتاج ان انا ازوده بشكل كويس، تمام كده؟ عشان ايه؟ طبعا لو في انفكشن الخلايا المائية توصل كويس، لو في دواء يوصل كويس، تم يحصل هيلينج بشكل اسرع زي في حاله الهوثورن والبلبيري والجريب سي. طبعا البلبيري دي موجود في الصيدليه في مستحضر عشان المايكرو سيركوليشن بتاعه الاي. اقصد هنا انا محتاج ان انا البلاد سبلاي يوصل للجلد بشكل كويس عشان الحاجات اللي انا قلت عليها. الانتي هيستامينز او الانتي هيستامينيك زي النبات الكولياس، في ماده الفورسيكولين، ماده الفورسيكولين دي ماده ليها انتي هيستامينيك افكت، بتعمل انهيبيشن للريليز بتاع الايه؟ الهيستامين. والليوكوتراين برضك عندي ممكن استعمل نباتات لي من ولا سولا، ممكن استعملها اللي هي من مركبات النباتات اللي بتحتوي على السورالينز. السورالينز دي مجموعة من الفيورانو كومارين، كومارين عادية خالص بس فيها ايه؟ فيوران رينج اتاتشد ليها، فبستعملها في نظام علاجي اسمه بي يو في اي اسف، تمام؟ اللي هو السورالين بلس الترا فايلوت اي، تمام؟ ده بستعملها في حالة الاكزيما وحالة السورياسز. ممكن استعمل حاجات ليها انتي ميكروبيال افكت زي الحاجات اللي فيها فولاتايل اويلز زي اللافندر، التي تري اويل، البازل، الريحان، زيت شجرة الشاي، الكالنديولا، كامومايل. كامومايل ممكن استعملها طبعا بردك، ان هي الزيت بتاعها ممكن استعمله الانتي ميكروبيال افكت بتاعه، بالاضافة ان انا ممكن اشربها عشان ليها انتي انفلاماتوري اكتيفيتي كويسة جدا، تمام؟ يبقى اخر مجموعه ممكن استعملها اللي هي الحاجات اللي هي انتي انفلاماتوري اكتيفيتي زي الحاجات اللي فيها سابونينز زي الليكوريش، زي واحيانا حاجات ممكن يبقى فيها الكالويد زي البيتر سويت نايت شيد، تمام كده؟ والنيم. ممكن استعمل الاوميجا 3 والاوميجا 9 فاتي اسيد، بولي انساتوريتد فاتي اسيد. يبقى نرجع تاني كده، ممكن استعمل الديمالسنس، احنا عارفين يعني ايه ديمالسنس والرول بتاعها. ممكن استعمل استرينجنس، تمام؟ ممكن استعمل اميون انهانسنج هيرب، اعمل امبروفمنت للايه؟ للبلاد سبلاي في السكن. ممكن استعمل الحاجات الانتي هيستامينيك، ممكن استعمل سورالين بلس الترا فايلوت لايت، ممكن استعمل انتي مايكروبيال اكتيفيتي الموجوده في الهيربس، تمام كده؟ خاصه حاجات فيها فولاتايل اويل او الانتي انفلاماتوري، الحاجات اللي هي انتي انفلاماتوري اكتيفيتي. سورالينز، السورالينز دي زي ما قلت لكم عباره عن فيورانو كومارين، زي ما احنا شايفين الكومارين نيوكليس موجوده عندي اتاتشد ليها فيوران رينج زي البرجابتين والدانستوكسين اللي موجودين في الاميبيز ناكا. السورالينز دي بتعمل انتر كيليت الدي ان اي دبل هيليكس، وبتكون مع ادكت with adjacent pyrimidine bases preferentially، يعني خاصة هي بتفضل الثيامين. طبعا الكلام ده ما بيحصلش لوحده، لازما السورالينز دي ملهاش اي اكتيفيتي لو انا ما نشطهاش بالالترا فايولوت اي اللي هو بيسموه الترا فايولوت اكسايتيشن باي ان الترا فايولوت فوتونز. يبقى انا بستعمل السورالين، السورالين دي بتعمل كيليشن للدي ان اي، تمام كده؟ وبالتالي عملت كيليشن هتوقف البروليفيريشن بتاعت السيلز، خاصة ممكن اكون انا محتاج البروليفيريشن بتاع السيلز بتاع السكين يقف، خاصة في بعض الامراض زي الاكزيما والايه؟ والسورياسيس الصدفية والاكزيما، ممكن اكون محتاج حاجة زي كده، تمام؟ الالترا فايلوت اي ديت اللي هي الرينج بتاعها من 320 ل 400 نانومتر، وزي ما قلت لكم انهبت الايه؟ البروليفيريشن بتاع الايه؟ السكين سيلز، خاصة ان البروليفيريشن بيبقى مطلوب ان انا اعمله انهبيشن في بعض الايه؟ في بعض الامراض. البولي انساتوريتد فاتي اسيد يعني منها بتبقى اللي احنا بنقول عليها الاسينشال فاتي اسيد اللي الجسم ما بيصنعهاش، زي الالفا لينولينيك اسيد، ده اوميجا 3 فاتي اسيد، وعندي اللينوليك اسيد ده اوميجا 6، والايبا والدي اتش اي والجاما لينوليك بردك.
الحاجات دي كلها فاهمني. عامة البولي انساتوريد فاتي اسيد ممكن الاقيها في الايفنينج برايم روز، البوريج ممكن الاقيها في بعض، في اللي عندنا في بعض الاويلز زي السافلاور، تمام، زي السن فلاور، زيت عباد الشمس، البامبكن، ممكن الاقي بعض الزيوت اللي احنا درسناها قبل كده في بعض النباتات اللي احنا درسناها في العقاقير، ممكن في اللينسيد برضك نفس الكلام ممكن الاقيها. تمام، ليها استعمالات ايه؟ ان ما تهمنيش بقى ايه الكلام اللي هي موجوده فين مؤقتا، اللي يهمني الاستعمالات الاكشن واليوز انترنالي. لو انا استعملتها بشكل منتظم وبشكل هتقلل الالتهاب، اي انفلاميشن موجود، وبالتالي هتقلل الشكل الواضح قصاد مني للالتهاب اللي هو الايه، تعمل ريديوس الاريثريما اللي هو الاحمرار والبريورايتس الحاجه اللي هو اللي بتبقى حاصله على الجلد. الكلام ده ما بيبانش لو انا استعملتها بشكل يومي ومنتظم على الاقل شهرين، تمام كده. انما لو انا استعملتها بشكل توبيكال، التأثير بيبقى اسرع وفي نفس الوقت بيبقى اوضح فترة اقصر من كده بكتير. بتبردك نفس الكلام، بتقلل الاريثريما، تمام، والبريورايتس والاوزنج. الاوزنج زي ما قلنا فاهم اللي هو ايه، اللي هو ان الجلد ينز كده مثلا، حاجه بلازما او ينز زي ما يكون عندك جرح كده فاهم، فتلاقي الجرح بيعمل اوزنج، بينزل اي حاجه، اي حاجه خارجه منه، ممكن تبقى بلازما، ممكن تبقى صديد، ممكن تبقى اي حاجه. ميكانيزم اوف اكشن بتاع البولي انسر بولي انساتيوريتد فاتي اسيد، بتعمل انترفير مع الاركيدونيك اسيد ميتابوليزم، وده حاجه بتخش فاهمني، ده فاتي اسيد بيخش في يعني في الانفلامي، بيدي انفلاماتوري ميدييتورز، فبالتالي انا بقلل الانفلاميشن اللي بيحصل من خلال ان انا بعمل انترفيرنس مع الايه، الماده اللي بتدي الايه، الانفلاماتوري ميدييتورز اللي بتتكون، فبالتالي همنع او اقلل تكوينها. السورياس الصدفيه ده نون كونتيجيوس، ده حاجه مش معديه، تمام كده. ديس اوردر سكين ديس اوردر، غالبا بيبقى المشكله بتبقى عباره عن التهاب، انفلاميشن وسولن سكين، وبيبقى كفرد بايه، بسليفري وايت سكيلز، بيبقى مكان ملتهب، تمام كده. يبقى انا عندي حاجتين، التهاب وفي سكيلز زي حراشيف كده او ايه، او قشور من الجلد، تمام، بتبقى لونها سيلفري وايت، تمام، بيبقى لونها ابيض، ايه، ابيض فضي كده، اللي هي الصدفيه، تمام، شبه الصدف كده. العلاجات اللي بتستعمل للصدفية بتعالج جزئيتين، جزئية الانفلاميشن اللي هو متمثل في الجلد فاهمني، محمر كده ومتورم، تمام، والجزئية الايه، السكيلز دي اللي هو الجلد الميت اللي فوق، اللي احنا زي ما احنا شايفينه في الايه، في الصورة اللي قصادنا دي. طبعا دي مش اصعب حاجة في السورياسيس، عشان بس الناس تبقى واخدة بالها، احيانا بتبقى في كونديشنز بتبقى يعني اصعب من كده بكتير. العلاج طبعا علاج الصدفية زي ما قلنا فاهمني، بيتركز على الجزئيتين دولت. انا بعالجها في حاجة من ثلاثة فاهمني، يعني احيانا بتبقى التوبيكال تريتمنت في حالة المايلد والايه والمودريت، يعني لو الصدفية متوسطة او بسيطة ممكن نديها التوبيكال تريتمنت، بس لو هي سيفير ممكن نخش بالايه، على الاستعمال اللي هو بيقولوا عليه الفوتوثيرابي، العلاج اللي هو الايه، العلاج الضوئي، او ممكن ندخل مع الايه طبعا اساسي الاورال ثيرابي او الانجكشن، يعني ممكن نستعمل بقى حاجات سيستميك، يعني استعمل توبيكال، فوتوثيرابي او سيستميك. التوبيكال عندي زي ما قلت لكم في حاله الايه، المايلد والايه والمودريت، ممكن نستعمل توبيكال كورتيكوسترويد، طبعا قلنا هتقلل الانفلاميشن وريليف الايتشنج. فيتامين دي انالوجز، الفيتامين دي انالوجز دي سينثيتك فورمز من الفيتامين دي، دي بتقلل سلو سكين سيل جروس. طب مشكلتنا كلنا قلنا في الانفلاميشن اللي حاصل والجروس اللي حاصل على السكين فاهمني، اللي هو باين في السكيلز ده. ممكن استعمل توبيكال ريتينويدز، ممكن استعمل ساليسيليك اسيد. ساليسيليك اسيد عارفين ان هو بيشيل ايه، بيقشر الايه، الطبقات الميته. الريتينويدز طبعا احنا عارفينها كلنا، وطبعا الريتينويد احيانا ممكن تعمل انفلاميشن في المنطقه دي، فبالتالي لازما ممكن احط سان سكرين لو انا فاهمني، لو حصلت لي الكلام ده، حصلت سنسيتيفيتي من الصن من الشمس، ممكن مع الشمس
تعمل سنسيفيتي للمكان الملتهب ده. فبالتالي ممكن احط انا ايه صن سكرين، مش اي مشكله. ممكن استعمل الكولتار اللي هو قطران الفحم، طبعا موجود ككريمات وشامبوهات موجود في الصيدليه، بيقلل طبعا السكيلينج والايتشنج اللي هو طبعا القشر، والايتشنج اللي هو الحكه القرش والانفلاميشن. طبعا احيانا بيبقى بيقولوا عليه ميسي، فاهمني، بيسبب مشاكل كده، بيسبب التلوين للستين كلوزز، ممكن يبقع الهدوم، وريحته طبعا تبقى ايه سترونج اودرز، ريحه صعبه. المويسترايزرز او مويسترايزنج كريم، حاجات المرطبه هي لوحدها مش كفايه العلاج الصدفيه، انما طبعا بدرجه من الدرجات طبعا هي ما بتعالجش ابدا، يعني هي مجرد بس حاجه من ضمن الحاجات اللي بتستعمل في العلاج، ان هي بتقلل الايه الايتشنج، ريديوس ايتشنج والسكيلينج والدراينس اللي حاصل بيبقى في المنطقه الايه الملتهبه دي. اللايت ثيرابي او الفوتو ثيرابي، ممكن نستعمل ضوء الشمس، ممكن ضوء الشمس او الايه او الارتفيشال الترا فايولوت. ضوء الشمس ما بينزلش عن 10 دقايق في اليوم. طب لو انا قعدت في الشمس اكتر من كده، لا الكونديشن بتزيد، طب بتحصل مشاكل وورسن السيمتومز بتزداد سوءا، وممكن يحصل سكين دامج. فبالتالي اتعرض لضوء الشمس ما بينزلش عن 10 دقايق. ممكن استعمل الالترا فايولوت بي فوتوثيرابي، دي وجدوا ان هي امبروف المايلد تو مودريت سورياس سيمتومز، بتحسن الدرجات اللي هي ما بين الايه ما بين الضعيفه والايه والمتوسطه، الحاجات الحالات البسيطه والمتوسطه. السورالين بلس الترا فايولوت اي زي ما شرحناها قبل كده، الالترا فايولوت اي البنترابيليتي بتاعتها بتبقى احسن، بتوصل لاماكن ابعد من السكن، ابعد من الالترا فايولوت بي. وجود السورالين طبعا، فاهمني، السورالين قلنا ما بتشتغلش غير في وجود الالترا فايولوت ايه، فبالتالي المفروض ايه الاثنين بيكملوا بعض. الاورال، حاجات الاورال زي الريتينويدز، احنا قلنا ممكن ايه ريتينويد ميستروكسيت. ميستروكسيت طبعا ايه بتقلل البرودكشن بتاع السكن سيلز، زي السورالين انا بقلل البروليفريشن، فاهمني، بقلل تكوين خلايا الجلد بشكل كبير، الكريتانيزيشن اللي حاصل ده بقلله طبعا عشان ايه السكيلز دي ما تتكونش، بحاول بقدر الامكان ان انا اعالج المشكله، فاهمني، في النقطه ديت. طبعا اللايف ستايل اند هوم ريميديز، احنا الناس اللي بتبقى عندها صدفيه دي بننصحهم ان هم ياخدوا حمام بشكل يومي، طبعا ميه فاتره، ميه معقوله يعني يتحملها، يستعمل موسترايزر، تمام كده، حاجه مرطبه، الشمس زي ما قلنا في خلال 10 في حدود 10 دقائق، يبعد عن اي تريجر يزود حالته. هنا افويد سيرياس تريجرز، هنا مش تريجرز اللي هي هتبتدي له الحاله من الاول، لا التريجرز هنا فاهمني ان هو هتزودها له وتعمله مشاكل زي الانفكشن الانجرز، يعني المكان اللي بيبقى فيه صدفيه ده يحاول بقدر الامكان ان هو يبعد، ما يتعرضش فيه للانفكشن او الانجرز او الاستريس، حتى الاستريس نفسه بيسبب مشاكل كتير. افويد درينكينج الكول. من ضمن الحاجات الافكتيف جدا في علاج السورياسيس واللي سيف وافكتيف، تمام كده، وتقريبا يعني موجوده في مستحضرات كتير، الاوريجون جريب. الاوريجون جريب اللي هو المهونيا اكويفوليوم فاميلي بيربريدييسي. الاكتيف كونستيتوينت والاكتيفيتي والميكانيزم، هنا فاهمني عندي النبات دوت بناخد 10%، بنستعمل طبعا المرهم الاوينتمنت اللي بنعمله من 10% من الخلاصه، باخد خلاصه بحط 10% منها في الاوينتمنت دوت، تمام، وبستعمله مرتين يوميا لمده 12 اسبوع، تمام. وجدوا ان هو سيف، امن، وافكتيف، تمام، في حالات المتوسطه والبسيطه، يعني ودي حاجه مش سهله برضك، يعني انت بتبقى احنا بنتكلم عن علاج وحيد، يعني انه مش هيستعمل حاجه تانية معاه. عنده امكانيه الانتي سورياس اكتيفيتي جايه من خلال انهيبيشن للانفلاميشن، وفي نفس الوقت بيعمل انهيبيشن للهايبر بروليفيريشن اوف كريتينوسايتس اللي موجوده دي. وجدوا ان الاكتيف كونستيتوينتس هنا عندي اللي هي المسؤوله عن التاثير ده الالكالويدز.
يبقى انا عندي بيعمل انهبيشن للانفلاميشن، بيعمل انهبيشن للهايبر بروليفريشن اللي محاصل دون للكيراتينوسايتس اللي موجودة دهيت. الفورميوليشن عندي هنا بتبقى 10% اوينتمنت مرتين يوميا لمدة 12 اسبوع. فيتامين د، فيتامين د من ضمن الحاجات اللي لو انت بيبقى ناقص جدا في الجسم وقت ما بيكون فيه سورياسيس بيحصل ان تركيزه بيقل. فعشان كده الدراسات اللي اتعملت اثبتت ان تحسن حالات الناس اللي عندهم الصدفية لو خدوا فيتامين د بجرعات عالية، ودراسات كتير جدا معمولة يعني، تمام، دراسات كلينيكية طبعا بنتكلم، لو خدوا ما يزيدش يوميا عن 4000 وحدة، تمام، ما نزيدش عن الحد الأقصى من فيتامين د. يبقى هو هنا بيقلل الكلينيكال سيفيريتي، ريديوس السيفيريتي، بيقلل المشكلة دي، تمام، وفي نفس الوقت بيقلل الريسك على الهارت نتيجة السورياسيس. السورياسيس ليها مشاكل، ممكن تسبب مشاكل على الهارت اللي هو بيسبب عليه، فاهمني، الكومر موربيديتيز، تمام كده، ممكن لا قدر الله تسبب في مشاكل ممكن توصل للموت، تمام كده، على القلب. فهو بيقلل المشاكل دي خالص. يبقى فيتامين د مهم جدا. الناس لما تيجي تتكلم بقى يكلموك عن التغذية العلاجية وكلام زي كده، ده جزء من التغذية العلاجية، ما نقدرش نفصله ابدا عن طب الاعشاب يعني، دي بنقولها في النص كده. الاوت مي طبعا، الفيتامين دي طبعا موجود في زيت السمك. احنا لما نيجي نتكلم مثلا اقول لك مثلا خد بعد كده خد فيش اويل، تمام كده، فيش اويل هيبقى فيه، خد 3 جرام يوميا عشان فيه اوميجا 3، 3 جرام زيت، تمام كده، عشان فيه اوميجا فاتي اسيد، تمام، اوميجا 3 فاتي اسيد. طب عظيم، فاهمني، هو في اوميجا وبس، ما في فيتامين دي. فبالتالي لو انا خدت 3 جرام يومي من زيت السمك، تمام كده، هاخد الاوميجا اللي ليها انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، فبالتالي هحسن موضوع السورياسيس، هاخد فيتامين دي موجود فيه، فبالتالي هستفاد من ايه، وده برضك يعتبر تغذية علاجية. الاوت ميل، الشوفان، الشوفان طبعا موجود فيه اوميجا 3 اوميجا 6 فاتي اسيد، عنده إمكانية إن هو، إحنا طبعا مش الشوفان، لا، في ناس ممكن في بعض المستحضرات موجود فيها الشوفان، بيسموه اللي هي الباث ميكسز، اللي هي خلطات الإيه، خلطات الاستحمام، بعض اللوسيونز، بعض الإيه، السوبس، الصابون، تمام كده. بس هم عملوا الشوفان حاجة اسمها كولويدال أوت ميل، الشوفان العربي، الشوفان دون بتاخده انت، عنده امكانية ان هو يدوب في الايه، في المية السخنة، الشوفان عامة ده يعني ده المخصص للايه، للموضوع ده يعني، مش هجيب الشوفان اللي هو موجود دون، في ناس بتستعمله وتحطه بتحطه في مية دافية كده وتستعمله، فاهمني، على الايه، على المنطقة الملتهبة، بس طبعا هيبقى افضل وتأثير احسن اللي هو الكولويدال اوت ميل، مش الاوت ميل العادي، تمام، هيعمل سوس للاريتيتد سكين which reduce swelling and itching، هيهدي الجلد الايه متهيج دون، ويقلل التوريم والايه والحكه. طب لو انا عايز استعمل الايه الاوت ميل، كولويدال اوت ميل ده، ممكن استعمله مع زيت اللافندر، ممكن استعمله ك باث ميكس، تمام كده، كحمام، زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرة الأولانية، أحيانا الحمامات العطرية جزء من العلاج، تمام كده، إن عندي اللافندر حاجة ريلاكسنت كده، فبالتالي هتساعد، هتعمل كالمينج، تمام كده، وهتقلل الاسترس، وبالتالي برضك هتبقى جزء كبير من ايه في العلاج الصدفية، بنقول عليه انفيوز ويز لافندر، ممكن احطه مع اللافندر، تمام، ممكن احطه مع اللافندر واعمل له ابلكيشن، مش لازم تبقى في باث ميكس يعني، مش لازم تبقى في حمام، ممكن احطها دايركت ابلكيشن على الايه، على المنطقه الايه الانفليمد، او المنطقه اللي فيها السورياسيس دي على طول. في شويه احنا قلناها، فاهمني، ممكن استعمل زي ما قلنا، ممكن استفيد من فيتامين دي اللي موجود فيها الكول كالسيفيرول، اللي موجود فيتامين دي 3
والأوميجا 3 فاتي أسيد اللي موجودة عندي، الليكوزا والديكوزا اللي موجودين عندي، عندي اللينسيد، لينسيد أويل، الزيت اللي هو إيه، زيت بذرة الكتان أو الزيت الحار، ممكن أحط فيه من 1 لـ2% هايبركم أويل، تمام كده، وممكن أضيف عليهم ألو جيل، تمام. دي تحضيرة برضك تنفع للسورياسز. ممكن استعمل الحاجات اللي فيها سابونينز، زي طبعا السابونينز اللي هي انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، احنا عارفين عشان انفلاميشن ان تاثير ليها في ستراكشر سيميلاريتي مع الكورتيزون، فبالتالي هتدي التاثير ده، زي البريميولا، الليكوريش، كلايه، السينجا، الفينوجريك. الفينوجريك بقى طبعا هتفيدني هنا عشان وجود الميوسيلج وعشان وجود الايه، وجود السابونين. الاكزيما ديرماتايتس، ده التهاب في الجلد نتيجه، ده طبعا قلنا نان كونتيجيوس، ده بردك بيبقى ايه، حاجه مش معديه، يعني لو جالي بردك حد عنده اكزيما دي حاجه مش هتعديني، تمام. دي بتمثل اليرجيك ريسبونس، يعني في عندي حاجه تسببت في الموضوع ده، اي ايجنت هو تسبب في الايه، في الريسبونس دي، بيبقى كاركترايزد بايه، بيبقى في ريدنس، بيبقى في حمران، بيبقى في اتشنج، هارش، بليسترنج احيانا، فاهمني، حبوب كده، اوزنج زي نز كده، سكيلينج حراشيف او قشر، قشر ميت كده، جلد ميت، احيانا بيحصل ثيكنينج للايه، للسكن، زي ما احنا شايفين بردك دي الايه، الاكزيما، ودي مش ابشع صور ليها بصراحه، يعني حاجات في الامراض الجلديه دي بتبقى صعبه جدا. احنا قلنا بردك بيرجعوا الاكزيما ان هي حاجه اوتوميون، زي بردك السورياسيس بيقول انها اوتوميون، وبردك ناس بتقول ان الاكزيما از انون، انون اوريجين، تمام، مش عارفين سببها ايه، بس هو يعني غالبا احنا قرينا في بعض المصادر ان هي بتبقى اوتوميون. وطبعا عندي هنا ممكن تبقى اللي ساعد في تكوينها او ساعد في حصولها، تمام كده، جينيتيك اند انفايرومنتال فاكتورز، يعني بتبقى في استعداديه جينيه انها تحصل، بالاضافه لوجود تريجرز من الانفايرومنت، انفايرومنتال فاكتورز هي اللي اظهرتها وسببت في وجودها. بعض الالرجين اللي ممكن تبقى تريجرز للايه، للاكزيما، زي البوتاسيوم دايكروميت اللي موجود في الاسمنت، يعني بعض الرابر برودكتس، فورمالدهايد موجود في في الجلوز، فاهمني، في الصموغ، في البيبر، في كلوزنج، كلوفيني كاديسيف اللي هي البلسم بيرو، بعض الحاجات اللي ممكن احيانا موجود في الكوزمتكس، فاهمني، في البرفيومز، في الفليفرز، حاجات زي كده، يعني زي ما احنا شايفين دي قايمة، القايمة أكبر من كده طبعا، وفي الول الكول زي اللانولين، ممكن يبقى بردك الميركابتو ميكس، الايبوكسي ريزن، حاجات اللي هي الايبوكسي ريزن ديت اللي هي اللي موجود بردك، الحاجات اللي بتبقى اللي هي السمغ اللي احنا بنلزق بيه دي، ممكن يكون تريجر للايه، بعض البريزيرفاتيفز زي البارابينز، النيكل سلفيدز اللي موجود في كلوذنج اكسسوارز، سيسكوتيربين لاكتون زي الموجودة في الايه، النباتات. التريتمنت بتاع الاكزيما، الاكزيما هنا فاهمني احنا قلنا due to diversity of cause، يعني اسبابها كتير، تمام كده، خاصة ان قلنا الانفيرومنتال فاكتور اللي هي تريجر ليها كتير، and type of reaction والحاجة اللي حصلت دي، فبالتالي الدكتور بيعمل plan to suit each case individually، تمام، بيعمل كل طريقة علاج بتناسب الحالة بشكل فردي، تمام كده. بس في ميجرز اساسيه ممكن تستعمل في العلاج، زي ما عندي بيستعملوا مثلا احيانا السيستميك ثيرابي، يستعملوا انتي هيستامينز، تمام كده، حاجات اللي هي مضادات الحساسيه، يستعملوا انتي بايوتكس عشان السكندري انفكشن، يستعملوا سيستميك كورتيكوسترويدز، صوديوم كروموجلايكيت عشان يمنع الايه، الحساسيه، ممكن توبيكال ثيرابي، ممكن يستعملوا حاجات ايه، حاجات مطهرة زي البوتاسيوم برمنجانيت 1 على 8000، الليد سب استيت
التوبيكال كورتيكوسترويد، التار زي ما احنا قلنا فاهمني الايه اللي هو الكولتار، الدوكسيبين كأنتي ايتشنج كريم 5%، ايه او البراموكسين 1% كريم انتي ايتشنج برضك. ممكن نستعمل السورالين بلاس الترا فايلوت ايه، اميونو سبريسيفز، حاجات اللي هي برضك بتقلل الاميونيتي هنا عشان ايه احنا قلنا اوتو اميون ديزيز. وممكن بقى الحاجات الفايتو ثيرابي في علاج الاكزيما هنقول عليها دلوقتي، هي نفس اللاينز اللي قلنا عليها قبل كده مش هنعيدها تاني. هنتكلم على الحشرة شجرة السنديان او البلوط الاوك بارك، كونستيتوانس عندي هنا تبقى فيه تانينز اللي احنا بنقول عليها استرينجنت، استرينجنت يعني شرينك سكين اللي احنا بنقول عليها سترونج تونر. كلمة استرينجنت دي معناها ايه يعني؟ بتعمل سيلينج للسيلينج لير تو بريفنت الاوزنج اللي هو الفلويد لوس. الاكشن واليوزز ممكن نستعملها في الاكزيما والكونتاكت درماتايتس اللي هي الايه الالتهاب اللي بيجي لي نتيجة ملامسة جلدي الحاجة لمادة كيماوية، يعني كده بيسموه كونتاكت درماتايتس. الاي كونديشنز انفليمد هيمورويدز بيستعملوها في الحاجات زي كده قلنا الاكزيما كونتاكت درماتايتس، بعض التهابات الايه العين، احيانا البواسير موجودة في بعض المراهم. بنستعملها ازاي للاكزيما؟ طبعا هنا معلقة او اتنين من الشوب ذا بارك اللي هو متقطع تمام كده، بنغليهم لمدة 15 دقيقة في نص لتر مية تمام كده، وبعدين بناخد الليكويد ده سترين اوف بنعصره تمام كده يعني او بنصفيه، وبعدين نسيبه يبرد وبعدين نستعمله زي ما هو كده ايه غير مجفف، غير قصدي مخفف يعني، بنستعمله زي ما undiluted بناخد منه ونحط على ايه المنطقة اللي فيها الاكزيما عشان وجود التانينز، النسبة العالية من التانينز لارج اماونت في التانين اللي احنا قلنا عليها ده، في حالة لما بيكون بيحصل فيه اوزنج او بيحصل فيه ايه السكين بيبقى مهدل كده. الوايلد بانسيل الفيولا تراي كولر كونستيتوانتس عندي تانينز وسابونين، تانينز طبعا تبقى استرينجنت هنا فاهم، والسابونين عشان الانفلاميشن الالتهابات اللي حاصلة ده في حالة الكرونيك اكزيما and chronic skin complaint تمام كده، يعني نقول عشان الاكزيما بس فبنستعمل هي التانينز والصابون عشان الاكزيما. المالو المالفا سيلفستريس طبعا المالو معروف موجود، هيبقى موجود فيه ميوسيليج ودي حاجة تبقى سوسينج وايه واموليانت عشان البيتر سويت نايت شيد، انا مش عارف بصراحة اسمه كده ازاي بس بيتر وسويت الاتنين في مع بعض بس هو اسمه كده بيتر سويت نايت شيد، ده من عيلة البازنجانية، ده فيه سترويدال الكالويدال جلايكوزايدز وفي سترويدال سابونين وتانينز، بيستعمل في حالة كرونيك اكزيما ككريم. هنا الامي ميجس، الامي ميجس احنا قلنا فيها تبقى فيها خمسة فيها 5 ميثوكسي سورالين وفيها 8 ميثوكسي سورالين، طبعا احنا قلناهم المرة اللي فاتت اللي هو البرجابتين والزانستوكسين تمام. السورالين زي ما قلنا قبل كده have no سورالينز have no effect unless combined with ultraviolet light therapy، يعني لو مفيش ultraviolet light سورالين مش هيبقى ليها اي تأثير ولا هيبقى ليها التأثير اللي هو ايه هيمنع السكين سيل اوفر برودكشن او بيقلله. حب الشباب الاكني فولجاريس تمام كده، دوت احيانا بيبقى اكيوت او كرونيك انفلاميشن، ممكن نبقى حالة اكيوت او ممكن تبقى كرونيك. انفلاماتوري بروسيس موجودة في السبيشيس جلاند في الغدة الدهنية اللي بتطلع منها اللي موجودة في الهير فوليكل، واحيانا بيحصل ان الغدة دي بتنسد تمام كده بأويل وفي نفس الوقت بالسيبم ده طبعا وفي نفس الوقت بالسيلز سكين سيلز واحيانا بالبكتيريا فتسبب ايه مشكلة حب الشباب دي. الباثوجينيسيز عندي هنا فهمت بيحصل ابنورمال كرياتينيزيشن، بيحصل تكوين طبقات من الكرياتين تمام كده. انكريز السيبم برودكشن بيحصل طبعا المنطقة مسدودة فمقفول عليها من فوق تمام، فبالتالي مفيش تصريف للايه للسيبم ده، يعني السيبم ده المفروض بيطلع ويصرف تمام، فانت قافل عليه السكة فبالتالي هيحصل هيتكون بكمية كبيرة،
هيحصل طبعا دي مادة دهنية فاهمني، عندك ميكروب فاهمني، يعني بيئة مناسبة للميكروب البروبيونو بكتيريوم اكنس، وبالتالي هيكون في انفلاميشن، عندي ميكروب وعندي عندي سيبا متكون ملوش مكان يخرج منه، وعندي ميكروب موجود عليه بيتغذى عليه، فبالتالي هيحصل immune response وانفلاميشن. تمام، زي ما احنا شايفين كده دي النورمال هير فوليكل. تمام، احيانا بيبقى الحاله بتبقى بسيطه، بتبقى بسيطه كده مايلد، بيحصل بنقول عليه اوبن كوميدو. الاوبن كوميدو دوت اللي بنقول عليه اللي هو البلاك هول، بيبقى طبعا هو مفتوح من فوق، البور مفتوح تمام كده، بس المجرى نفسه موجود فيها المادة اللي هي سداها، يعني البور نفسه مفتوح، وفتحة البور دي هي اللي تسببت ان الايه ان المادة دهية، المادة البيضاء اللي هي موجودة في الوايت هيد او كلوزد كوميدو تمام، تتحول للون، يحصل لها اكسديشن وتتحول للون الاسود. تمام، دي يعني الحالة البسيطة اللي هي بيقولوا عليها الاوبن كوميدو او البلاك هيد، والوايت هيد اللي جنب منهم بتبقى العملية فاهمني سائد شوية، العملية زادت أكتر، بتتحول زي ما احنا شايفين للبابيول دوت، حباية كده بصرة كده زي ما بيقولوا عليها، البصرة دي يعني بتكبر شوية تمام، ممكن تبقى بستيول تمام، يعني فيها صديد زي ما احنا شايفين في الايه في الصورة اللي بعديها، ممكن لا قدر الله الموضوع يزيد أكتر من كده فاهمني، وتبقى نوديول تمام كده، وممكن تبقى سيستيك، تتكون في السيستيك فورم كده، تبقى كتلة كبيرة كده فاهمني، تبقى شكلها بشع بصراحة يعني. تريتمنت اوف اكت طبعا بنبتعد عن اي حاجة ممكن تسبب تزود المشكلة دي، بنقلل دي الخطوط العريضة للعلاج، بنحاول بقدر الامكان نقلل كمية السيبم ذات سكريتد اللي هي السيبم اللي بينتج، او نعمل ان بلوكينج للسيبيشيس داكت دي اللي هي القناه اللي بيبقى ماشي فيها السيبم، او نعمل تشينجينج للكومبوزيشن بتاع السيبم، ميكينج ات ليس اريتيتنج باي ديكريزينج بوبوليشن اوف بي اكنس تمام كده، يعني ممكن لما انا اعالج واقلل الميكروب ده بالتالي فاهمني هغير من تكوين الايه السيبم، لان هي طبعا هتتغذى عليه وبتطلع ميتابولايتس، فبالتالي بتغير من تكوينه، فاحنا لما انا اقضي عليها فبالتالي كده تكوينه مش هيتغير كتير، يعني اسيبه زي ما هو. هعالج الانفلاميشن، كنترول انفلاميشن، ممكن ادي هرمونال ثيرابي تمام كده، خاصة في البنات تمام كده، او في حالة الولادة احيانا بيدوا انتي اندروجين، بس طبعا يعني مش عشان حب الشباب هندي، يعني انت الموضوع مش الموضوع لا يعني ممكن ندي علاجات، انما تدي الولاد في حاجه زي كده لا مش هينفع ابدا. يعني ممكن نستعمل بقى هنا الفايتو ثيرابي هنا للاكني، ممكن نستعمل الاوميجا فاتي اسيد، البولي انساتوريد فاتي اسيد، ممكن استعملها انترنالي او توبيكالي عشان الانفلاميشن، بس يعني دي اللاينز اللي بتتقال، بس يعني انا رأيي فاهمني انترنالي هتبقى افضل، يعني توبيكالي ما ينفعش، لان انا المفروض اصلا وانا باجي اتكلم عن الايه عن الاكل المفروض ما اديش اي حاجه تزود المشكله فاهمني. انا اقول لك في بعض الناس يقول لك ايه اصل الاويل هنا فاهمني، وانت بتدلك بيه هتغسل بيه اللي مش عارف ايه، فهيشيل السيبم اللي موجود وبعدين تمسح البشره، يعني كلام مش يعني مش مقنع تمام كده، فبالتالي انترنالي هتبقى كفاية جدا عشان تقلل الانفلاميشن. ممكن استعمل استرينجنت عشان تقلل البورز، لان يعني البورز خاصة في الايه في البلاك هيد دي بتبقى البورز واسعة خالص وباينة، فممكن استعمل حاجات استرينجنت وفي نفس الوقت ليها تأثير مضاد التهاب زي الهميلس اللي هو الويتش هازل، ممكن استعمل حاجات الديمالسنت، ممكن استعمل حاجات اللي انهانس اميونيتي، ممكن استعمل حاجات الانتي مايكروبيال، واشهرهم 5% فاهمني 5% تي 3 مستحضر
فولاتايل اويل بتاع شجرة الشاي تي تري اويل، بستعمله في تركيز 5%، ممتاز جدا وله تأثير قوي جدا. ممكن استعمل حاجات برضك بتقلل تكوين عملية الكريتينايزيشن زي حاجات الريتينويدز والحاجات اللي زي كده. لو احنا بصينا هنا هنلاقي معظم الحاجات اللي هي موجودة هنا هي نفسها اللي موجودة في ان الحالة دي فيها انفلاميشن، وفيها فيها طبقات من الجلد اتكونت انا مش عايزها، تمام كده. فتقريبا احنا نفس في نفس المنطقة، عادة هنا فهمني ان يحصل ايه، ممكن ادي هرمونال ريجوليتنج هيربس زي في حالة الفايتكس اجناس كاستس، تمام كده. ممكن ادي كوميدوليتك او اكسفولييتيف ايجنتس، تمام، حاجات تشيل الايه السبب والحاجات والطبقات الميتة اللي فوق دي، تمام كده، وتعمل تقلل البورز دي، تضيق البورز دي وترجعها للسايز بتاعها، فاهمني. ممكن استعمل سيتريك زي الفروت اسيد، السيتريك جلوكونيك، الجلوكونولاكتون، الجلايكوليك، الماليك، التارتاريك، الحاجات اللي هي الايه من الاكسفولييتيف بروبرتس، لها خواص بتقلل من الحاجات اللي هي التقشير. الجلوكولاكتون ده لقوا ان هو افكتيف لو انا استعملته حتى في حالة الانفليم او النون انفليم ليجن بتركيز 5%. زيت شجرة الشاي اللي هي الميلالوكا الترنيفوليا، فولاتايل اويل عندي هي المادة الفعالة، ليها انتي ميكروبيال اكتيفيتي عالية جدا طبعا، وليها تأثير انتي ميرسا من ضمن الحاجات اللي هي قوية جدا في علاج الايه الميكروبات، وحتى الميكروبات اللي هي ليها ميسيلين ريزيستنت، حاجات اللي هي ريزيستنت كمان. ممكن نستعمله كجل في تركيز 5%. ممكن استعمل زيت الريحان بردك كجل بردك في تركيز 5%. ممكن استعمل الراديش بذور الفجل، الراديش سيد، الرافنا الساتايفاس، عندي هنا المواد الفعالة جلوكوزينوليتس وفلافونويدز وانسوساينينز. فورميوليشن بستعملها زي طبعا وليها انتي اكني اكتيفيتي كاسترينجنت وانتي سيبتيك، تمام. بجيب انا الباودر دراديش سيد بعمل لهم ليفيجيشن ان هاني تو جيت يونيفورم بريباريشن، تمام، بقلبهم كده في شويه ايه في شويه شويه عسل المطحون بذر الايه الفجل، وبعدين استعملهم على الايه الاكني مرتين يوميا. بعد كده الريد اونيون اللي هو الاليام سيبا، عندي هنا السلفر كونتيننج كومباوندز زي السلفوكسايدز والحاجات اللي زي كده، عندي فيه فلافونويدز بيستعملوه كابوليتس في علاج الايه كاللبخات اللي هي في علاج الايه الاكني. يعني اتمنى ان تكونوا استفدتوا، شكرا لكم كتير، كان معكم الدكتور مصطفى حجازي.